الذين لا يأسرنا حب الله، نحن الذين نتباهى بأبنائنا، نحن الذين نعتز بكل موقف حر شريف. أنتم الشرفاء فعلا يا عوائل الشهداء ويا عوائل المعتقدين، يا أمهات الشهداء ويا أمهات المعتقدين ويا آباء الشهداء ويا آباء المعتقدين، أنتم فعلا تكسرون هذا الجمود. ونتمنى أن تبث رسالتكم ويبث بدونكم اليوم، ليشعر الآخرون بأن هذا التواجد يتطلب من الجميع وليس من عوائل شهداء فقط وعوائل معتقدين. تحية للجميع من خلال هذا المنبر، أوصلها لجميع عوائل الشهداء وعوائل المعتقدين. خمسة فتية أبوك ورفضوا الطين ورفضوا أن تقيد حريتهم، ولذلك خرجوا ليعبروا بسلميتهم عن رفضهم لهذا الظلم والجو. فلا قوم لا قوم من أصناف العداد، ولا قوم لا قوم من أصناف كل تضييق عليهم، وهم مكبلين وهم خلف الزنازين وهم في غرف التحقيق.